السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة القطب الجامعي الجديد بسيدي عبد الله، واليوم نعرفكم بالمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي إذا وقف عليها والي ولاية الجزائر العاصمة، واللي تقع كما قلنا في القطب الجامعي تاع سيدي عبد الله. نخليكم إذا تتعرفوا على هذه المدرسة الجديدة. من لازم إنشاء مثل هذه المدارس بحكم أنه التطورات التكنولوجية ويعني الاقتصادية اللي عرفها العالم في الآونة الأخيرة، إذا كان ولا بد إنشاء مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله نتماشى مع هذه التطورات اللي راهي تحدث في العالم، ونكون من الأوائل كذلك في التحكم في هذه التكنولوجيا الجديدة اللي أصبحت يقف عليها تطور البلدان في العالم على مدى تحكم فيهم في هذا المعطى الجديد نتاع الذكاء الاصطناعي. خليكم تابعوا هذا الفيديو حول المدرسة الجديدة، مدرسة وطنية جديدة لتكوين الإطارات في هذا الميدان. خليكم تابعوا إذن الفيديو. السلام عليكم.